السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز بعض العناصر ما ينفعش إن أنا أغير فيها حاجة خالص، ممكن أعمل ورك سيت وأعمل يوزر ما استخدموش غير للضرورة القصوى، أقول له أوبن وأروح مختار مثلا دوت وأقول له كريت نيو لوكال. قبل كده لازم أدخل هنا في الأوبشن وأغير اليوزر، هسيبها مثلا أدمن 01، يبقى أدمن 01 بس هو الوحيد اللي من حقه يغير في العناصر، أقول له أوكي. وهاجي هنا اقول له اوبن وراح مختار الملف دوت واقول له كرييت نيو لوكال، كده انا فتحته باسم ادمن 01 واحط العناصر في الورك سيت اللي هنسميها دلوقتي. يعني ممكن نعمل مثلا ورك سيت نسميها نو تشينج، تمام، واخلي دي اد اديتابل لادمن 01 بس، يبقى اي حد تاني مش قادر يعدل فيها، وابدا انقل العناصر للحاجه ديت. يعني ممكن مثلا اجي هنا 3 دي فيو دوت احدد بعض العناصر واحطها انقلها في الوكسيت ده. يعني مثلا خلينا مثلا نختارها هنا، مثلا هختار مثلا السقف ده مثلا ومثلا بعض العناصر اهيت احطها على الورك سيت اللي اسمها ايه نوت تشينج، تمام، نوت تشينج اهيت مع مين، مع ادمن 01، اقول له اوكي. وبعد كده اعمل سينكرونايزيشن واقفل المشروع كله. لو قلت له لينكش يبقى كده ما فيش حاجه حصلت، لازم اقول له كيب اونر شيب. طيب دلوقتي بقى لما هقول له اوبن بعد كده لازم ادخل الاول واقول له ايه، انا عايز اغير اسم الشخص نفسه للاسم بتاعي انا مثلا عمر، واقول له اوكي. لما اجي افتح هلاقي بعض العناصر اللي انا اخترتها وحطيتها في نوت شينج ما ينفعش انها تتغير، اقول له اوبن بروجكت واختار الملف اهوت واقول له كرييت نيو لوكال. خلاص الادمن دي محدش يخش فيها غير فعلا لو هو عايز يعدل الحاجات دي. مثلا لو جيت هنا على ديت وجيت تعدل فيها هيقول لك هنا مفيش، طيب يعني هنا جايب رساله ان ما ينفعش تعدل اهو، لازم تبعت رساله لادمن 01. طبعا لو بعت بليس ريكويست هو مش فاتح فمفيش حاجه هتتغير خالص، لازم اعمل ايه، اخش اغير اليوزر دوت وادخل اعدل فيه.